عايز اعرف نسبة الإصابة عندكم في رياضة الخماسي قد ايه؟ لا قليلة لا لا بالمقارنة بالعكس، بكرة القدم والحاجات التانية يعني. احنا حتى كمان عندنا ميديكال تيم ماشي معانا، ان احنا لا مثلا انتوا الفترة دي التمارين ماشية ازاي؟ لا خلي بالك انتوا محتاج تركز مثلا الاسترتشنج والريكفري كويس عشان انت ممكن تتصاب. الاحمال ما تبقاش زي ده كمان، ده كويس. طب عايز اعرف شكل التمرين بتاعك عامل ازاي يا مهند؟ يعني انتوا بتقسموا اليوم بتاعكم ازاي؟ هو اليوم ممكن يبقى فيه من 3 ل 4 تمارين، يعني مثلا سبت 2 4 يبقى مثلا سلاح وسباحه الصبح، وبقيه اليوم خلاص كده ريكفري. حد وثلاث يبقى ده كده جري ورماية. سمعك الواحد بيسوق لحد ده يموت. يعني 3 ايام لعبتين، 3 ايام مثلا لعبتين، وثلاث ايام ثلاث العاب، واخر الاسبوع خالص يوم الجمعه ده بيبقى لازم يبقى اوف، وتبتدي بقى الاسبوع الثاني.